طيب الآن نرجع يا معلمين وين؟ على الأدابتر. لأن الأدابتر هذا قلت لكم أهم ميثود اسمها إيش؟ جيت فيو، صح ولا لا؟ طيب عظيم. الآن زي ما أنتم عارفين أكيد يعني إنه هذا الفيو هو اللي بيجي الفيو اللي هو بده يصير عملية بايندينج مع العناصر، تمام؟ طيب حلو، فأنا بكل بساطة ممكن آخذ هذا الفيو، طبعا هذا الصور حاليا مش لازمني لانه هو حاليا برجع الديفولت، فانا بديش اعمل ريتيرن له، فانا بدي اعمل ريتيرن لفيو انا بدي انشئ له اياه، تمام؟ فانا بكل بساطه بقول له فار فيو ويساوي كونفيرت فيو، تمام؟ انا حاليا بشتغل جافا انا عشان يعني شغل الحالي كله كوتلين، فانا ممكن بكل بساطه اقول له فيو، تمام؟ بس خلينا نسميه اسم ثاني غير فيو، ممكن نقول له list item مثلا view. الآن هذا الايتم أنا بدي أخذته خزنته هذا أخذته خزنته هنا، وبكل بساطة أنا بدي أرجع له إياه. حلو؟ طيب الآن إيش بدي أسوي؟ بدي أفحص لو هذا list item هو الفيو اللي جاي لي، هل هو فاضي ولا مش فاضي؟ يعني هل هو أول مرة يعمل لي binding إله ولا مش أول مرة؟ والله إذا أول مرة روح لي حط لي فيه انفليت مع اللي اوت انفليتر، فبقول له لي اوت انفليتر زي هيك، فبقول له فروم مين كونتكست تبعنا اللي هو الكونتكست اللي انا مررت له اياه، او بقول له كيت كونتكست. حلو. طيب حلو، الان هذا الكيت كونتكست اللي انا مررت له اياه مع مين يعمل انفليت؟ فانا بقول له انفليت، بعطيه الايتم تبع اللي انا انشاته اللي هو ار دوت لي اوت والمسج ليست ايتم. قال لي حلو، طب مين الابوه تبعه ومين البيرنت؟ فبقول البيرنت اللي جاي مع اللي فيه جروب، واخر واحد انا بديش اياه يصير له اتاتشمنت مع البيرنت اللي هو الروت، فبقول له انا هيك خلصت مين؟ خلصت موضوع الليست ايتم. والله طبعا هذا لو اول مره يرتبط وكان فاضي، يعني هذا الفيو بيكون فاضي اول مره بعديها بصير انفليت بتملى. طب لو ما كان فاضي خلص تعمل ليش شيء وحط لي هذا فيه، بس هذا بتوفر كتير من ناحية برفورمانس. طيب جميل، الآن يا معلمين أنا الري تبعت إيش نوعها؟ الري أوف مسجز، فأنا حيلزمني أوبجيك اسمه مسج، وهذا الأوبجيك حاجيبه من فانكشن جاهزة في الليست أو الري أدابتر اسمها جيت آيتم، فبعطيها البوزيشن. فالآن هذا صار أوبجيك الرسالة نفسه، تمام؟ طيب حلو، الآن بعد ما أوبجيك الرسالة يجي انا بدي اعمله اربط او افرغ العناصر اللي جواته وين؟ بدي افرغ العناصر اللي جواته وين؟ بدي افرغهم في الايتم تبعي اللي هو هذا. يعني انا حيجينا نص الرساله، حيجينا مثلا صوره لو كنت بعت صوره، بس انا حاليا معني في نص الرساله. فبكل بساطه حاجيب من الفيو تبعي، حعرف هنا اللي هو اقول له فيو او قبل الفيو انا ايش معني في نص الرساله. أقول تكس فيو اللي هو مسج بودي مثلا، تكس فيو ويساوي زي ما كنا نعمل فايند فيو باي اي دي، صح؟ زي هيك، بس هذا لما انا اكون في كونتكست، لكن انا حاليا في ايتم، الايتم تبعه والكونتكست تبعه وين؟ اللي هو الفيو هذا، فبقول له فيو دوت بعدين بقول له فايند فيو باي اي دي. شايفين كيف الفكره؟ لانه العناصر مربوطين جوا هذا الفيو، فأنا بكل بساطة بقول له r.id. اللي هو message body. خلينا بس نتأكد إذا هو نفس id، أنا أحيانا بكون يعني id مختلف. حلو، الآن أنا جبت النص هذا، فبكل بساطة بقول له النص هذا .set text يا معلم اللي هو message object اللي جينا من Firebase يا شباب .get message body. هيك يا شباب أنا ربطت مين؟ موضوع الفاير بيز. راح ارجع للنقطة هذه واكمل شغل، عشان هيك حكت ملاحظة تدو complete this، تمام؟ الان انا جبت الرسالة وربطتها، او بالمرة عشان يعني نوحد الفكرة، الان انا جبت الرسالة وربطتها، بس انا زي ما حكيت لك لو انا كنت مرسل بيختلف لو انا كنت مستقبل. حلو؟ طيب حلو، فكيف راح اعرف هذا النظام؟ عشان هيك لازم يلزمني برضو اجيب هذا الصورة، ولازم يلزمني اعرف الصورة الثانية اللي هو الصورة هذه كمان، تمام؟
ولازم كمان اوصل للروت عشان برضو اغير اللون تبعه اللي عبارة عن لينير لي اوت. الان الامور راح تتضح اكثر ان شاء الله. طيب الان انا جبت الرسالة تمام، اعطيتها النص. هنا بدي افحص if I am sender تمام، و if not sender يعني receiver تمام. ففي هنا كود راح اكتبه، في هنا كود راح اكتبه، راح ارجع له بعدين تمام. عشان هيك انا ممكن اكتب to do اللي هو complete code تمام. طيب طبعا ليش كتبت to do؟ لانه هنا في ميزه، في هنا كلمه to do لو ضغطت عليها لاحظ، فانت بتتذكر في الاماكن اللي انت بدك ترجع لها. يعني بدل ما تجيب ورقه وقلم تقعد تكتب المكان والمشروع مش عارف شو، تكتب to do بس كلمه to do لحالها، وبتكتب كومنت اللي بدك اياه، فبيجي لك هنا بقول لك في اي سطر في اي كلاس، فبترجع له بعدين. حلو. طيب